مالك متهم بتقليد وتقمص صوت وشخصية شقيقك حاتم العراقي. شنو ردك؟ أنا اللي يعني الفخر يعني قلد أخوي حاتم. تعرف حاتم اسمه كبير، بس أنا يعني الجمهور يطلب مني، وإحنا نفس الخامة يعني، هو يعني أخوي هو يعني، حتى لو أحاول ما قلده بس تطلع النبرة مالتي تشبه صوت حاتم. أكو واي قلده يعني حقي حاتم، وقلده الفنان أخوي وحبيبي صلاح البحر. نعم. أكو يقلدوه يعني شون يضغطون على نفسهم، يقلدون تصرفاتهم، يغنون بالموال أو بالأغنية، بس أنا تطلع لا أرادية يعني لا أرادية تطلع الكلمة أو الأغنية أو الوقفة. أكو ناس تقول إنه أنت نجاحك لأنك تمثل للناس شون نوستالجيا على حاتم العراقي، يعني تذكرهم بحاتم طبعا العراقي. طبعا صح صح. تتفق ويا هذا الشيء؟ صح أي صح أي. يعني كأنما يحضرون حاتم العراقي. هو يقولون إحنا بنشوفك نشوف حاتم. أي. يفرحك هذا الشيء؟ أفرحك كيف أنا. ما يزعجك إنك لازم تكون عندك هوية مختلفة عنه؟ والله لين تعرف أستاذ سارة، أنا هسه بدي صار سنة ونص أو سنتين ما عندي هوية أنا هسه. يعني إن شاء الله من خلال يعني الأيام الجاية راح اختار لي يعني اغاني يعني حلوه وتكون اغنيه لي يعني خاصه لي على مود امشي بلوني اني تمثلك انت. ايه. زين سمعت انت تصيح اثنين يابا. ايه. ابوك الحقيقي؟ ابوي الحقيقي استاذ حاتم. حاتم ايه. ليش تصيح يابا؟ حاتم يعني هو ابونا، هو اخونا. يعني شو احكي لك على حاتم؟ والله بدون مجامله يعني ما تكفي حلقتين ثلاثة. هو مو أخوك الكبير، هو بعد الكبير. لا الكبير حاتم. هو الكبير. الكبير إيه.